مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى عدد جديد من حلقة من سلسلة حوار في الرياضة. نستضيف فيها الفاعلين في الرياضة الجزائرية وأصحاب القرار والرياضيين. نتناول فيها كل أحوال الرياضة الجزائرية الفردية والجماعية منها، ونواصل هذه السلسلة باستضافتنا لرئيس الاتحادية الجزائرية أو الفيدرالية الجزائرية للسباحة السيد أحمد شبركة. أهلا بك سيدي، وشكرا على قبولكم. شكرا على الاستضافة. شكرا. إذن نستغل هذه الفرصة بحضورك سيدي معنا حتى نتكلم على أحوال السباحة الجزائرية والرياضيين الجزائريين والرياضيات. قبل أن نبدأ، دعنا نتكلم على الوقت الراهن. ما هي المنافسات التي سيدخل فيها شباننا سيشاركون فيها أيضا؟ ونحن شاركنا في البطولة الأخيرة التي جرت بطولة الوطنية، تكلم نوعا معنا. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال، الوضع الحالي للسباحة هو الحمد لله صح، ما هوش سهل. كان سباحين، كان مسابح، وكان يعني مدربين، وكان يعني كل هذه العائلة تاع السباحة اللي لابد بهاد الناس هادو المسابح إلى آخره. إن شاء الله نكون السباحة، نكون رياضة وخاصة السباحة. اليوم الحمد لله السباحة راهيت يعني كان عراقل، ما نكتبوش على روحنا، كان عراقل ولكن موش سهل. يعني كما يقول القوري، peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. فهمت؟ يعني لابد يكونوا فيها مراحل وين كان العراقيل. وحنا خلاص بدينا نولفوا هاد العراقيل هادو، ورانا انا نصدمو. كان شبان كثير، كان يعني مسابح، كان اللي راهم ينشطوا، كاين مسابح ماهمش ينشطوا، كاين مسابح اللي راهم اكيد. لما تتكلم معنا العراقيل، يعني المشاهد والرياضي الجزائري يتكلم، عراقيل على مستوى ماذا؟ ومن يعرقل لمن؟ عراقيل على مستوى هل البنى التحتيه؟ هل هو شوف، العراقيل في كل الرياضات كان عراقيل. احنا ما يخفلكش اللي عندنا 24 شهر حقنا كان فيها عراقيل. احنا جينا باش نصلحوا العراقيل، نبداو باش نصلحوا العراقيل، نحيوا من الطريق، ومن بعد ننطلقوا في العمل. الحمد لله بدينا نعملوا، بدينا نعملوا. كاين اللي ما يعجبهمش الحال الخدمه تاعنا بكل صراحه، ما تعجبهمش بالك، ربما والفوا يعني دي زابيتود تاع بكري، هذاك تاع قال هني لي نهنيك، راني خدام، راني خالص. لا، في شخص من هذا الرسميين ما كاش، يعني احنا ما نذكروش الناس، ولكن كاين ناس ما يعجبهمش الشيء هذا، واضح، سي ليجيتيم. يقول لك انا مولف هكذا، اليوم تقول لي هذا الشيء هذا اللي اسمح لنا باش معنا. انتم الان كرئيس على الفيدراليه تحاولون انكم تنهضوا بالسباحه الجزائريه، ولكن هناك بين قوسين مسؤولين في مناصب معينه يعرقلون لكم ويخلقون لكم المشاكل. ساعات والله ماشي مسؤولين، يعني ناس صغار، يعني بسطاء. فهمت؟ يعني يعرقلوا، يعرقل باش يعرقل، ما عجبتوش السيره تاعك، المسيره. كيف نعرقل انا في ميدان السباحه؟ كيف نعرقل لك انت كرئيس اتحاديه؟ كيف نعرقل لك؟ كل واش دير، قاعد دير واش دير ماشي مليح. مثلا دير كلش، يعني احنا جينا، احنا باش ننظموا، جينا باش للتنميه، جينا للتكوين، جينا نكونوا هذا الفريق الوطني والفرق الوطنيه، جينا نكونوا هذه السباحه، جينا نخدموا على 2020 2024. حتى ولو غدوه انا يجي واحد يعني ياخذ الموضع تاعي، ولكن لازم استمراريه للعمل. بارك الله فيك. حنا الشيء هذا كاين ما ناسبش الناس، كاين اللي مولفين ب يعني بالدي ريفلكس، يعني يقول لك انا راني لاباس، انا لا تقلقني. نمثلوا اليوم المسبح، خلاص كان فوضى في المسابح. اليوم المسابح رجعوا دي زوزين، الناس راهي تدخل دراهم في المسابح، بالمسابح دخل دراهم. اليوم من هبه ودبه كيفاش يقولوا يكون فريق،
حاجة اللي ما كانش تندار من زمان يكون فريق يقول لك أنا عطوني التصريح باش نكون فريق ويجي هو ما يعرفش ما عنده ديبلوم ما عنده والو يجي في يدير فريق ويبدا يربح في الدراهم وشكون يعطي التصريح؟ الشيء هذا شكون علمه لله علمه لله شكون يعطي التصريح علمه لله علمي علمك أنا لابد اليوم نتكلموا على هذا الشيء الشيء هذا يعرقل لماذا؟ الشيء هذا يعرقل لي عندي أنا بروغرام تاع السباحين ديالي السباح يحب يعوم على 6 تاع الصباح ما يخليوهاش كي يجي يعوم على 6 تاع الصباح يسيب ناس تعوم الناس اللي خلصوا يقول لك انا خلصت كيفاش تحرمني ولكن انا راني نكون في سباحين لابد نعوم على 6 تاع الصباح لابد نعوم على 12 لابد نعوم العشيه من 5 ل 10 تاع الليل شي هذايا ما كانش الا ممكن اليوم نحيو من الطريق هذا الشيء ننجحوا علاه السباح المسبح مسبح خدموه للسباح نعم يعني نتكلم على قضية المسبح ماشي كل الناس عندها حق باش تعوم ولكن كان نظام اليوم اللي يجي من هبة ودبا يسجل اليوم في كولوار في رواق واحد سيب 70 سباح صغار دراري الشيء هذا يخوف يا با سيكوريتي زمان سيب 10 15 اليوم 70 60 80 في كل المسابح الجزائريه وهذا الشيء هذا ما خليهوش يكمل ما خليهوش يستمر الشيء هذا ممنوع لماذا يخف تغمد عينيك ممكن بعيد الشر يغرق لك واحد خلاص السباحة ماشي كيما رياضه السيد احمد نفهم من كلامك انه البنى التحتيه انه فيه مسابح ولكن غياب تسييرها تسيير المسابح تسييرها بطريقه غير عقلانيه واعطاء الحق لمن لا حق له وصاحب الحق ضائع من يسير المسابح تسيير المسابح لمن يعود تسيير المسابح هما اللي المعنيين بالامر يعني من؟ ما راهش بلديات ماشي الفيدراليه ماشي الرابطه ماشي الفرقه يعني الفرق نوادي كاين مدير مسبح يقول لك انا نسير ومدير مسبح كما حب من تابع تابع كل واحد تابع الولايه الى اخره ثم الان انت تقول باش يفهم المشاهد الرياضي انه الفيدراليه الجزائريه للسباحه ما تملكش مسبح ما عندها مسبح اليوم الحمد لله البروفيسور تهمي والوالي الجزائري سيد زوخ دشنوا مسبح تاع سويدانيا اللي راح يصبح الحمد لله للفيدرالية رايحين قال لك خلاص هاو المسبح هذا ليك استعملوا كيما حبيت جيب الفرق الوطنية تعوم النوادي ماشي النوادي الفرق الوطنية تعوم وراهو ليك المنتخبات الوطنية الحمد لله من 62 إلى يومنا هذا اليوم صبحنا الفيدرالية الاتحادية الجزائرية للسباحة عندها مسبح اليوم يعني هل يستغل ولا مازال ما بداش مازال الحمد لله راح نبداو بالك نستغلوه في 22 في الشهر هذا ولا في 23 في الشهر ان شاء الله كي الدراري راهم فاكونس كاين يعني يا دي زيكيب ناسيونال كاين فرق الوطنيه اللي راهم يوجدوا يعني اهداف كيما الفريق الوطني تاع الاصاغر بنجامين مينيم كادي جونيور الى اخره في المستغانم نوجدوا البطوله العربيه ان شاء الله اللي تندار في دبي من في اول مارس اول افريل حتى افريل الى رابع حتى رابع افريل راهم في مستغانم زوج فرق واحد اخرين راح يدخلوا ان شاء الله فريق الف اللي راح يشارك في دبي كذلك في ميتينغ انترناسيونال كاليفيكاتيف يعني هو راح يكون اللي يستطع يعني باش يحصل على ارقام ممكن ليه يعني باش يعوم البطوله العالميه في كازان راح تندار في كازان راح 25 جويليا اربعه سباحين تاع الف راح يدخلوا في تربص في عين ترك في وهران منذ 10 ايام ولا اسبوع مثلوا اسبوع ومن ثم يروحوا لدبي كذلك باش عندنا كره الماء كذلك رمضان العام اللي بدا عندنا بطوله في 22 في الشهر هذا الى 25 في صيف بطوله تاع الاكابر رايحين يعني السنه راح تبدا بهذا الشيء كامل يعني باش نقول لك لي بلي كان
كاين يعني حراك، كاين نشاط، انه كاين تنشط. ولكن الان لما نسمع، لما تتكلم عن الفرق الوطنيه والمنتخبات الوطنيه في الاونه الاخيره، ولا السباحه الجزائريه ما عرفناش، انا كم مثلا انه كمناصر ولا كسباح ما عرفناش بطل جزائري عالمي، ما عرفناش سليم إيلاس جديد، ما عرفناش كباب جديد. هل لماذا؟ شوف، سليم إيلاس ما كانش بطل عالمي، كباب كذلك، احترمهم، عاموا مستوى عالي، خاصة سليم إيلاس. سليم إيلاس الحق يعني في نهائي 100 متر حرة مش سهل، كي نقول لك مره سهل ما سهل، ووصل يعني انا يعني جوليتير شابو، فهمت، حيه مره سهل يعني باش تكون سليم إيلاس. زمان كان يعوم في لاسكمو دوزيام ريجيون ميليتير، كان عندهم مسبح، وكان لي على راس الفريق كان سي استاذ يوسف عيسى منصاف، نحييه، سيد هذا مد الكثير للسباحه. يعني للاسف ما راهوش في الجزائر، كون جا في الجزائر ما نكذبش عليك هو المدرب الوطني الاول دون منازع. انا راني متصل به، انسان خدام، هو اللي كون سليم إيلاس، مدوا الفريق راسين كلوب دو فرانس في 94 93 او 94، عطاه لهم ب يعني ارقام ملاح، ماشي راح هكذاك برك، يعني ماشي فرنسا اللي كوناتو، وشنو فرنسا زادت يعني الامكانيات، زادت بالك الاحتكاك، زادت المنافسات، زادت الترابصات، ولكن الخدمه الكبيره دارت في وهران مع سيد عيسى يوسف منصاف، دار خدمه كبيره. المدرب هذا لو كان يعني يعاود يدخل الجزائر انا نديه، ما نكذبش عليك، انسان يحب السباحه، انسان يخدم. اسمع، عندنا نقص في الكفاءة عند المدربين، هذه كاع باش نقول لك اللي باللي ماهوش سهل باش تكون سليم إيلاس، ولكن يطلب وقت. انا راني في 24 شهر، يا هل ترى، نعاود نوجه لك السؤال، يا هل ترى ممكن نكونوا سليم إيلاس في ظرف 24 شهر؟ ممكن في 4 سنوات، ممكن في 6 سنوات، من المحال. اليوم عندنا سباحين كثير، ولكن ما لازمش يكون عندهم مشاكل. اليوم كاين مشاكل، مشاكل المسبح. انا المشكل الكبير هو المسبح، تعطيني المسبح نستعمله كما نحب، خلاص المشاكل ينتهوا، المشاكل خلاص ما يكونوش. وعلى مستوى المدربين، على مستوى المدربين، يعني هل فيه يد كفأة مدربين أكفاء خبراء ليقدروا يوجدوا هاد اللاعبين ويتبعوهم من الفئات الصغرى؟ يلزم لهم تكوين. عندنا مدربين ما نقولكش يعني عندهم مستوى عالي عالي، لا، عندهم مستوى، ولكن باش يوصلوا المستوى عالي لابد علينا احنا الاتحادية نجيبوا لهم ليكونهم باش يرفعوا المستوى تاعهم، يكون المستوى تاعهم يعني شبه ما نكذبش عليك انا تونس، ربما مصر، ربما ايطاليا، ربما اسبانيا. ومن بعد كاين مستوى اخر، فهمت كيفاش؟ الا وهو امريكا، استراليا، برازيل، فرنسا، الى اخره، اللي راهم يتحسنوا يعني من عام الى عام، راهم يديروا يعني خدمه كبيره. احنا روحوا رانا رايحين تدريجيا، رانا جايين بالعقل. كاين ناس شويه مبريسين، شويه مقلقين، لا تحكم الاتحاديه النتائج، خاصه اللي نحييهم هم صحابنا من الصحافه. انا كنت في قطر، ديت معايا فريق الف كبار، قلت ما عندهمش، وما يعني ما عندهم والو، ما عندهم حتى، ما كاش منافسات، ما كاش ترابصات الى اخره، بطوله عالميه ديتهم، دينا 11 من السباحين وسباحات، وصلنا تما ما كاش سباح اللي راح اون فينال، يعني راح نهائي. التليفون وكيفاش ورحتو هذاك ودرتو، ما كاش نهائي، بالعقل درجه بدرجه، ولكن
نقول لك انا المستوى يعني الفريق الوطني الف انا ليا اربعه ولا خمسه ما راحينش نطلقوهم حتى يفضوا يعني الالعاب. شكون هما هاد الاسماء؟ كاين كان بالخوجة، كاين واش يقولوا له بومالي، كاين شرواطي، كاين كذلك، وكاين سباحين واحد اخرين هم جايين، هم راهم ما راهمش بعاد صغار ولكن راهم في احتكاك كبير بينهم. سباحه مليح مليح، هذيك مليح راهي صغيره، انا لي انا نعتبرها صغيره. على 14 كان راهي لا عندها زايده في 93 عندها 22 سنه هكذا 22 سنه ولكن تخدم، هاي ما عندهاش بزاف، حطمت رقمين قياسيين من سباحه الظهر، يعني شيء عظيم اللي راهي دير فيه. انا من والمدرب تاعها هو اخوها اللي راهم تما في فرنسا، رانا نتابعوا فيهم يعني كثير. هي راح تعمنا ان شاء الله بالك بطوله عالميه، تعمنا البطوله البحر الالعاب العربيه والالعاب الافريقيه الى اخره، يعني السباحه هذه ما نتلقوهاش، هذه انا نعتبرها صغيره. وشنو كاين واحد اخرين شويه كبار، انا نقول اللي باللي كبار مازالهم عام عامين ربما من حوزوهمش، كاين اللي فرير جندوسي، كاين كوزا اميره، كاين يعني هذوك ما تلقوهمش. حاج عبد الرحمن خلوهمش يروح، ولكن كاين اصغر صغار كثير بنات ودراري اليوم جايين، وراهم جايين يعني بقوه. انا نقول لك ان شاء الله عام عامين رايحين ربما يمسحوا يعني سباح. إيه لما تكلم انه يبقى لما تبقى الفئه العمريه للشباب، انه لما سباحين ولا الرياضي يكبر شويه في العمر تبقى فيه مشاكل على مستوى، لانه كثير من الابطال ولا من الرياضيين تلقوا مشاكل من ناحيه التحضير، لانه التحضير لما قلت انت ان المنافسه عندها تلعب دور باش تحضر المنافسات، لازم تجري تربصات، تدخل المنافسات ايضا، تحتك بلاعبين اخرين. وعندنا انه تحضير المنتخبات الوطنيه يمر عبر الوزاره. هل تمويل منحه تلك منح الرياضيين المنتخبات الوطنيه كيف؟ هو كانش هي ما نكذبش عليك، يعني كاين بالوبيد كيفاش يسموهم، احنا نتعاملوا مع الوزاره والوزاره كذلك تعمل معنا، ولكن كاين احنا ما نقولكش واش جرى المخلوفي لا، ولكن احنا ماذا بينا يعني كاين كي نحطوا الدوكيومون تاعنا الدوسي تصورتي الى اخره، ماذا بينا يرجع تم هاك سيني لي وخليه يروح، يعني شوف حتى ولو سو لو بلان ادمنستراتيف نخلوا السباحين ولا الرياضيين يروحوا طرابوسات تاعهم، يروحوا قبل ومن بعد نتعاملوا يعني سو لو بلان ادمنستراتيف، ماشي حتى نسقموا الامور الاداريه باه الرياضي يروح يشارك ولا يدير طرابوس الى اخره. مش عارف راك فاهمني. هي فهمتك، لانه لما تذكر لي انه مربوط ببرنامج نمثلوا مدرب راهو دار ان بلان شارج لازم يتبقوا، ماشي يكتبوا ومن بعد يبقى يشوف فيه، لا يكتبوا ويتبقوا. دوك الا ما تبقوش خلل، يصبح الخلل عنده بطوله ولا عنده ألعاب عن قريب، راحوا الألعاب، راحت البطولة. احنا واش طلبنا؟ معليش عندهم الحق، الوزارة عندها الحق 100%. ما تنجمش تمد نتايا دراهم الإنسان وتقول له روح تصرف بهم كما تحب. لا شي هذا شوية، ربما راح يشري لك دار ولا يشري لك سيارة ويجي داخل ويقول لك أنا خلاص أنا تبحروا لي وزيد لي، ولا ما زيد ليش نعود نرجع الجزائر. لا احنا قلنا الرياضي طلب باش تعاونوا، خليه يروح يمارس، خليه يروح يدير طرابوس ديالو ولا يشارك الى اخره، ولكن نبقاو انا وياك وزاره اتحاديه نبقاو دوك نصفيو امورنا الاداريه، يعني هو راه ماهوش يبحر في الوقت شي هذا. كيفاش يقول ياثر تري تري امبورطون، مهم جدا، يعني عامل التركيز، لانه عند اللاعب انا كان عندي مشكل مع السباح
أسامة سحنون. أسامة سحنون جاء باش يعود يروح سمانة ربما أسبوع أو 10 أيام يعود يرجع يواصل التحضير. يعود يواصل التحضير علاش؟ باش يخلص نمثلو دارو الباي ديالو لابد يخلصو اي بور كاسي لا سيزون سيتادير لا سيزون تخلص نمثلو في 31 ديسمبر هو لازم يعود يرجع في 15 جانفي لازم يكون تما يعود سنة جديدة. هو جا لهنايا على جال هذا العراقي قعد شهرين وشي لي والمدرب ديالو اللي راهو في فرنسا وهو جزائري يستنى فيه وبقينا احنا التليفونات وهذاك والوزاره وهذه وهذه الدوسي مازال ما وجدش الى اخره. شي هذا احنا واش قلنا نمثلوا سباح ولا جودوكا ولا يعني احنا قلنا نصفوا امور الرياضي ورحت تدرب ودركا ينتعبنوا هنا من هذه الناحية هادية. احنا لو كان يعني نصفوا غير هذه النقطة هادية ما يكونش فيها مشاكل. الوزارة عندها حق راه يدير خدمتها وحنا كذلك ماذا بينا احنا يعني السباحين ولا الرياضيين تاعنا نسهلوا الامور خاصة لاعبي النخبة والمنتخبات الوطنية. حتى الوزير انه خرج في اكثر من مناسبة وصرح قال بانه الوزارة تدعم انه السلطات الدولة الجزائرية تدعم لاعبي النخبة وتقدم لهم التسهيلات ولكن كل مرة نسمع هذا الشيء انه لاعبين انه رياضيين يشتكوا من هذا الشيء انه لما تكون في قضيه مخلوفي اللي مخلوفي يقول بانه انتظر اكثر من 3 أشهر هو ينتظر والملف نتاعه لم يحل لم لارجون با ايتي ديبلوكي حتى انه راح على حسابه الخاص. الان تقول بانه سي سحنون ريح شهرين ونصف ضيع شهرين ونصف من التحضيرات بمعنى حيأثر في مردوده في البطولة العالمية وفي البطولة العربية حتى على نرجع أيضا هاد العراقيل لأنها تأثر في التحضيرات وفي المردود وبعدين الوزارة تجي تحاسبك على النتائج. أنت وش تقول؟ أنا أقول لي بلي كاين سو إن ميزونتانت برك يعني سوء تفاهم بين الوزارة والاتحاديات. لابد نتلاقاو. أنا نصرحة بكل يعني لابد نتلاقاو ونعودوا نجتمعوا وإن شاء الله نسيبوا حلول لهذه النقطة اللي هي هامة. النقطة هذه تربصات لا بريباراسيون تاع ليزاتات تاع الرياضيين الجزائريين. ما يخفالكش تغمد عينك اليوم الالعاب تاع ريو تاع في البرازيل في 2016 تغمد عينك تحلهم خلاص امشي ريو ومن بعد نشوفوا لي باللي الرياضيين تاعنا ما همش محضرين ماهمش محضرين يعني مانيش راح نحقق نتائج كما لازم ومن بعد نقول لهم علاش ما درتوش هكذا وعلاه ما طلعتوش في البوديوم الى اخره. البوديوم شوف البوديوم ماهوش في 15 يوم ولا في عام ولا في 6 شهور. بوديوم 4 سنين. واحد اللي يحب يطلع في بوديوم كاين شوف البطولة نمثلو اليابان روسيا هادو اللي نعرف وامريكا بعد من الرياضات راهم كونوا فريق تاع 2024 وفريق تاع 2020 نمثلو في البرازيل خاطش عندي انا يا يعني حنجيو ليها على البرازيل ونتكلموا نعم عليها عندي البرازيل. يعني عندي شويه يعني عندي نظرة في البرازيل كيفاش هو يتحضر. البرازيل اليوم الفريق تاع 2020 ماشي فريق تاع سباحة. كل الرياضات راهم واجدين. ماشي هادو اللي راحين يعوموا ولا يسبحوا ولا يجروا ولا مش عارف يلاكموا إلى آخره تاع 2016 اللي سيبهم في 2024 ولا في 2020. سيب عليك بعض منهم 1 2 4 3 ولكن الفريق واجد. التحضير ديالو واجد دراهم تاعهم واجدين كلش واجد لو بلان دو بريباراسيون واجد الى اخره. شوف الناس كيفاش راهم يخدموا وحنا عندنا بلان دو بريباراسيون حنا عندنا فيدراليه السباحه اللي عندها مخطط عمل. سؤال نعاود نرد لك السؤال يا هل اس كون بو يعني لو رياليزي فهمت كيفاش ولو يكون عندنا كيما احنا السباحه. انا اليوم راح نمد برنامج تاع 2015 2016 ولا 2016 2017
اليوم راني نخمم على 2015 كيفاش نكمل العام ديالي بال تعرف كيفاش ماشي مش سهل كيفاش تخمم على 2016 الى 2017 اسما ما فيش مخطط على على المدى البعيد ولا حتى ولو فيه ولكن ما تنجمش تطبق ولكن سيد بيراف رئيس اللجنه الاولمبيه خرج وقال بانه رانا مخططين لاولمبياد 2018 و2022 بمعنى هل هي هو تصريح فقط الكوميتي الاولمبيك عنده حق باش يتكلم الكوميتي الاولمبيك هو يحضر بعض من الرياضيين وراهو تاكل على الاتحاديات باش يديروا واش قال يا هل ترى الشهادة راح يتطبق في الميدان هذا هو سؤال إلا يتطبق في الميدان مليح ولكن إلا ما يتطبقش تبقى غير في الهضرة أنا غير ما نهضروش خير ما نديرو والو لابد شوف ماشي عيب لابد اليوم نديرو واش راه يديروا الناس راه بعيد أنا راني ما نكذبش عليك أنا راني نسي ندير واش راه يديروا فرنسا إيطاليا أمريكا، برازيل إلى آخره. هني زي. هذا إذا ممكن إن شاء الله. سيد أحمد، أنا كصحفي وكمناصر رياضة متبع على الرياضات، إنه لما تخرج في تصريح للوزير يقول بإيران نوفر كل دولة، ولما تشوف إنه ميزانية مثلاً 2015 أكثر من 26 مليار دولار. 26 مليار دينار بمعنى ما يقارب 2.7 مليار أورو لوزارة الرياضة ولما يخرج رئيس اللجنة الأولمبية سيد بيراف ويقول بأنه عندنا مخطط على المدى البعيد والآن لما يتكلم لي سيد أحمد شباركة رئيس الاتحادية الفيدرالية يقول بأنه هذا الكلام جميل مليح ولكن على أرض الواقع ما نقدروش نطبقوه علاش نكذب على الشارع علاش نكذب على الجمهور المتفرج على الرياضي ونقول له بلي اني نقدر ندير علاش ما نمشيوش نسيرو ما نشاركش في البطولات ما نشاركش في المنافسات ونبدا ندير اصلاح للمنظومه اصلاح في الاروقه الوزاره والفيدراليات باش نمشي على المدى البعيد باش لما نشارك في اولمبياد 22 يكون عندي فريق موجد تكون عندي حظر جيدا وشارك منافسات لماذا يا استاذ شوف هما الكلام اللي قالوه هو صحيح ولكن ما يناسبش كل الرياضات ما يناسبش انا واحد سباحه ما يناسبهاش لو كان ما تعطينيش مسابح اللي نستعملهم كيما نحب نقول لك انا ما نجمش انا نطبق واش راك تهضر ما نجمش من المحال نروح نعوم انا ندي انا فرقه عندي ألف باء والأساغر النوادي إلى آخره يروحوا يعوموا صباح يلقوا غاشي كبير الناس تخلص الناس كبار وإلى آخره ما عندهمش حق باش يعوموا السباح ما عندوش حق باش يعوم السباح تقول له روح تعوم على الطناش يقول لك ما خلونيش ندخل كاين مسابح راي جاية ولكن أنه لما نسمع اليوم تبني لي مليون دار مسبح مليون مسبح وما عنديش حق باش ندخل نعوم ما تبنيش زمان كنا نعوموا في ثلاثة أو أربعة مسابح كان باسترانا تاع وهران سيدي مسيد تاع قسنطينة 20 أوت تاع العاصمة وغرمول تاع العاصمة والكيطاني كنا نديروا فيها المنافسات في الصيف وكان تاع ريليزان هذاك الباسان كولونيال وكان الباسان تاع جان دارك نعطي لك كامل كامل الارقام تاع جان دارك تاع سكيكدا ها واش كان كاين في الجزائر وكانوا سباحين كما اليوم ممكن نتائجهم احسن بالك ممكن كنا احنا اونيتي دي شامبيون دافريك اونيتي دي شامبيون مغربا عربي الى اخره ولكن المسابح هذوك اللي كانوا عندك حق تعوم على 12 تاع الليل روح تعوم واحد ما يقول لك وراك رايح اليوم ما عندكش حق ها هو المشكل وراه تبني لي مليون مسبح ومن بعد تجي داخل يقول لك انا ما عندكش حق اون في باسي لو كوميرس قبل من لا بيرفورمانس يا هل ترى شي هدايا انا نحترم واش قال السيد بيراف والسيد محمد التهمي بروفيسور محمد التهمي الوزير نحترم نورمال عندهم حق
هما سي نورمال هما يسون عندهم مشاكل. هل الوزير هل الوزير ما عندوش تقارير؟ ما عندوش مراقبين؟ انت ولكن ما انت, انت استاذ ما قدمتلوش تقرير انه تقول له قدمنا تقرير لما تفتح لي لما تدش المسابح انا وانا ما نستغلهاش بمعنى ما عندي ما ندير بها. هو ما على حاجه نزيد نقول لك حاجه. نعم الوزير طلب مني باش نوجد له ان دوكيومون تاع لي بيسين. تروا بيسين في مسبح معناها ولاية عندها زوج مسابح اثنين من المسابح عندها حق دخل ست فريق واحدة عندها ثلاثة تسعة مسبح واحد عندك ثلاثة عندهم حق باش يعوموا. أنا حطيت هنا في الوزارة اليوم لابد اون ديسيزيون مينيستيريال قرار وزاري باش يتطبق به النقطة هذه تتطبق. رانا نستناو احنا ما نجموش نقولوا المدير المسبح تاع سطيف ولا تاع قسنطينه ولا تاع سكيكده ولا تاع الى اخره ولا تاع طمراست قال افتح ولا اغلق ولا لا انا فيدراليه ما نجمش انا ما يسمعليش يقول لي انت شكون وعنده حق يا اون دي جي اس غدوه القرار تاع الوزاره وان شاء الله هم رايحين بيانتو ان شاء الله على حسب وسمعت كي تمد القرار هذا لي ديريكسيون دجانسي دي سبور يعني المديريه الشبيبه والرياضه يتبق تعود انت غدوه تحب تكون فريق يقول لك لا خلاص رانا حبسنا فضينا عندنا مسبح واحد عند ثلث نوادي عندهم حق باش يوم. نعم سنواصل هذا الحوار في الرياضة مع السيد مع ضيفنا السيد أحمد شبركة رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة للسباحة بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى الجزء الثاني من حوار في الرياضة مع ضيفنا السيد محمد شبركة. قبل الفاصل تكلمنا عن المسابح والبناء التحتية وأنه الفيدرالية الجزائرية للسباحة ما تملكش مسبح لحد الآن لم تستغل إلا مؤخرا تسيير المسابح. قلت بأنه فيه الكثير من المسابح في الجزائر ما فيش مشكل على هذا المستوى ولكن تسييرها ليخلق إشكال ويصعب من مهمتكم ويصعب أيضا هو مشكل كبير في طريق النهوض بالسباحة الجزائرية وتحقيق النتائج. كيف ترون حل لهذا مشكل التسيير؟ وليس كذلك يعني تكلمت على تسيير المسبح اليوم سهل نقوله بنينا المسبح ولكن ليسير المسبح هو مش سهل مش سيبه. هنا الدور تاعنا يدخل من بعد كي تصيب انت المسير كي تلقاه هنا يدخل الدور تاعنا تاع الاتحاديه او الرابطات عندهم دور وما كذلك يكونوا المسير ما يعرفش تحط واحد ربما سو لو بلان ادمنستراتيف يعني الناحيه الاداريه يعني عنده امكانيات ولكن التقنية وال يعني سو لي زوت بلان ما عندوش يعني امكانيات. حنا الدور تاعنا يدخل هنا باش نكونوا نعطوا له يعني لي غران زاكس دو لا فورماسيون. وهل فيه مشروع انه الفيدراليه تكون مسير المسابح؟ حنايا شوف قدمتم مشروع للوزاره كاين رابطات اللي يطلبونا ورانا نروحوا نشاركوا معهم نكونوا لهم يعني المدربين الحكام حتى المسيرين تاع المسابح عندنا دور حنا كذلك ولكن نشاركوا المديريه الشبيبه والرياضه نشاركوا الرابطه نشاركوا يعني لي زوبوف يعني خاص راجع يعني الولايات حنا نشاركوا حنا الدور تاعنا هذا هو ولكن يعني حتى باش نقول لك لي بلي ماشي نبنيو مسابح نقولوا انا بنينا ونبقاو نخزروا فيهم لا صوروهم الى اخره وشغل ميوزي لا المسبح هذا كي بنيته هيا درك واش لازم نديرو لازم استغلوه لازم السباحين يعوموا الناس كلها عندها حق باش تعوم ولكن بصفه نظاميه.
وحنا رانا هنا الأولوية للرياضي، الأولوية للرياضي لصاحب النادي، لصاحب النادي اللي يكون لي سباحين للمنتخب الوطني. سبحان الله. إلى إذا النادي ما يلقاش كرينو باش يعوم، ما يلقاش وقت أنه يعوم، ما يقدرش يطبق برنامج تحضيراته، أكيد أنا أنه نلقى على مستوى المنتخب الوطني ما نلقاش نتائج. أكيد أنه لما تجيك عناصر لتربصة المنتخب الوطنية تجيك ناقصة بدنيا وتحضير نفسي، هذا شيء مفروغ منه. لذلك استاذ تحضرني انه في لما قمت بالحمله نتاعك حتى في عام 2013 باش قبل او في تعيينك في لما نصبت، جيت قلت انه جيت بوغ دو زوبجيكتيف، هدفين اساسيين. الهدف الاول هو انك تلم شمل السباحه الجزائريه، والهدف الثاني انك تحاول خلق انك تحاول خلق قطب للنهوض بالسباحه على مستوى كل ولايه. نعم. بعد 24 شهر واحنا في شهر مارس وانت انتخبت في شهر مارس 2013، هل الى اي مدى ولا الى اي نسبه معينه وصلت لتحقيق الهدفين هذا الاساس؟ شوف، وصلت ما نكذبش عليك، الحمد لله. راني جو سوي ان تران دو نورماليزي لا سيتواسيون، الحمد لله. راني لم شمل يعني كل العائله تاع الرياضه تاع السباحه اللي تقدر تقدم لنا. شوف، درت 22 ولايه الى حد الان، الاخرانيه نسيت، بالك سكيكدا، بالك جيجل، بالك وين رحت الحمد لله. ولكن وين رحت شفت شويه هذا ما يتفهمش مع هذا. بعض من ولايات انا الدور ديالي اللي جيت باش نلم الشمل باه بوغ اسامبلي، يعني خويا انا ما تساعدنيش انا كي يكونوا في رابطه ولا في ولايه ما فرقين، انا ما تساعدنيش لما يكون فيه نزاعات داخليه وحسابات شخصيه. وين رحت يعني 70% مزيه، ماشي 100%، ولكن 70% سبت يعني الناس، كل واحد عنده يوما، يعني سي نورمال، واحد عنده نظره، واحد اخر عنده نظره واحده اخرى، ما يتفهموش، ولكن يتلاقاو ويسقهواو وياكلوا كيف كيف الى اخره. ولكن هذا الشيء انايا في الخدمه، انا نحتاجهم في الخدمه، ناكلوا كيف كيف، نسقهواو كيف كيف الى اخره. ولكن في الخدمه لابد كلنا نتكلموا كلام واحد، فهمت الشيء هذا؟ اللي الحمد لله عائلة واحدة يجمعنا هدف واحد، أن النهوض بالسباحة الجزائرية. السباحة هي التكوين، هي التنمية إلى آخره. دوك إلا ما واحد راه صاد هاك والآخر صاد هاك، لا، أنا ما نجمش. قلت لهم أنا ما نجمش نخدم هكذا، والحمد لله الأمور بدأت تتحسن الحمد لله. وأنا فرحت في كل رابطة اللي رحت، الحمد لله ما شاء الله. الناس يعني يهتموا كثير بالتكوين تاع السباحه، بال يعني بالديفلوبمون تاعها الى اخره. كلهم حبوا السباحه تاعهم في الولايه تاعهم، يعني المستوى تاعها وحنا رانا هنايا. لانه كل اصحاب الرابطات يقول لك انه السباحه في الجزائر، في العاصمه، العاصمه، أنا العاصمه أنا فقط، انه الفيدراليات، انه الفيدراليات، الفيدراليه تهتم كثيرا برابطات اللي على مستوى الجزائر العاصمه، برابطه على مستوى الجزائر العاصمه، وتهمل نوعا ما ان صح التعبير ما بين قوسين على الرابطات الاخرى اللي في الولايات، لانها بعيده عن العاصمه، بمعنى بعيده عن اصحاب القرار. شوف، انا اقول لهم شيء هذا خطا، شيء هذا كان من قبل، كان زمان، يعني كانوا ثلاثه رابطات، كانت قسنطينه، وكانت الجزائر العاصمه، وكانت وهران. ولكن من بعد حلو سبور ايفولوي، يعني ما نكذبوش على روحنا، من بعد جات سطيف، ومن بعد جات هذه، جات لمسان، جات مستغانم، جات بويره، جات الحمد لله. اليوم رانا في 27 ولاية ما عندهاش بزاف، كونا رابطة في عين دفلة داروا فيستيفال وشاركنا سو ليجيد تاع رابطة تاع وهران، هما اللي داروا كل شيء، باسكو هما مساكن ما يعرفوش شويه، ولكن اليوم هم دخلوا في الصف عين دفلة،
ماسكارا اسمح لي ماسكارا ماشي عين دفله عين دفله على عين دفله على القريب ان شاء الله فهمت هاني نتكلم على ماسكارا ومن الفوق يفاي فور تيارت ماتي سمسيلت ما ننساهمش وما ما راهمش بعاد حتى هما عندهم مسابح في الجنوب حت لا ماشي في الجنوب في الجنوب ما عندناش رابط الجنوب كاين وين كاين عندنا في جلفه عندنا في عندنا في الغوات سباحه كاينه في الغوات كاينه في البيض كاينه في نعامه كاينه حتى في غردايا ولكن غردايا رحنا عندهم مسبح كاين عندهم نوادي عندهم رابطه ولكن عندهم المشكل هذا تاع المسبح انا رحت والخطرة مع اللجنه الاولمبيه رحنا في 27 شهر رمضان ورحنا لحقنا تماتيك شفت يعني العائله تاع سباحه تشاورت معهم قصرنا شويه قلت لهم عن قريب نزيد نجي ان شاء الله وحبينا نديروا حاجه منافسه تما في غردايا غردايا هي الباب تاع الجنوب الجزائري كان في ورقلة كان في طمرسد كان في إليزي رامي سنو كذلك وصلنا إلى 22 وصلت إلى 22 ولاية رحت ليهم على بالي وش كاين ودرت دوكيما وجهته الوزارة يعني وجهته شوية درته في البلان في البيلان تاعي كل ولاية اللي رحت المشاكل تاعها سلبيات وماشي سلبيات يعني الناس اللي تخدم كيفاش هم يخدموا كاين اللي عندهم عراقيل كاين اللي راهم كاع حابين يخدموا شي هذا يشرف على هذه اللي نقول نعاود نقول ما يخموش غير على الجزائر العاصمه يقول لك لا سباحه غير في الجزائر العاصمه لا صح لماذا لاخاطش كاين اون تراديسيون الجزائر وهر وقسنطينه منذ زمان هما اكزيستيو هما يعني فهمت كيفاش زرت 22 ان شاء الله انا فرحان يعني بالخدمه اللي راهي اللي راهم يوجهوا فيها يعني الرؤساء الرابطات في 22 رابطه بقى لي قلت لك 4 ولا 5 ان شاء الله عن قريب نديرهم باش نشوف باش ندير يعني يوم بعد برنامج ولا ندير بيلان كبير ونوجهه لكل الناس يعني درت واحد تاع 22 درته في البيلان تاعي هذا تاع الاسامبلي اوردينار ولكن حبيت ندير واحد اخر كبير باش الناس كلها تعرف واش كاين في إليزي في سكيكدا في وهران في الجزائر في بويرا في تيبازا الى اخره باش ما نكونوش ما راناش عالمين لا راني عالم الشيء هذا يعني. وهذا الشيء هذا هو اللي ان شاء الله يسمح لنا باش بوغي بروغريسي بتات يعني بهذه الطريقه هذه هكذا اللي نجمو غدوه كي نديرو انا شوف انا الهدف الثاني الاساسي تاعي بالك الاهداف هادو ما بديت نوصل الحمد لله راني شاركت شفت راني نلم الشمل الى اخره وشفت الناس اللي راهم حابين يخدموا حتى النبا كذلك سي اون نوفيل ليغ نحيي الياس باحمد هذا كذلك هو اللي راهو يحوس اليوم ينشط يدير فيستيفال ان فيستيفال ريجيونال ولا ناسيونال في النبا شي هذا يشرف ما كانش تكزيستي على النبا يعني في السباحه كان عندهم ناجافيك بالم سوفتاج الى اخره ولكن اليوم كاينه سباحه في النبا وانا النبا لي انا نهتم بها كثير لماذا الناس قاعد تعوم في النبا قاع يعوموا كاين مسابح كاين تاع سيرايدي كاين مسبح هذا فيها 10 دي كولوار 50 متر دي كولوار لو سول في الجزائر يعني هذا الشيء كامل ونقول انا النبا ما كاش عنابة كاين تكزيستي حبيت العام هذا ندير منافسة في عنابة راني حاب وشنو أما هي شكون كاين اللي راهم يعني شوية راهم يصاريتيسان مي ما نكذبش عليك إلا ماشي العام هذا إن شاء الله إلا حب ربي إن شاء الله العام الماجي نديروها نديرو لكوب دالجيري ولا نديرو حاجة كبيرة في عنابة سي افيك سا كون فالونسي لا ناتاسيون عنابة في البطولة الأخيرة اللي البطولة الوطنية للسباحة المفتوحة في شهر فيفري في باب زوار شاركت فيها عدد فرق ولكن النتائج كانت محتكرة من طرف فريق جي اس بي المجمع الرياضي البترولي هنا لما نتكلم على النوادي ما قبل انه في بداية الحصة تكلمت على انه من هب ودب يكون نوادي ولكن
لا في النتائج عندك ناديين أو ثلاث، في أفضل الحالات أربع أندية هي اللي تحقق نتائج وهي اللي تطلع منصة الترتيب. كيف يكون تأطيركم لهذه النوادي؟ كيف يكون العمل مع هذه النوادي وكيف تنشئ هذه النوادي؟ شوف، هو العمل يشبه تاع سوناتراك، يعني جي اس بي ولا اتحاد العاصمة ولا شباب بلوزداد ولا تلمسان، كل عمل كيف كيف، ولكن كان من ناحية الأمكانيات ربما كان فرق اللي عندهم أكثر أمكانيات من يعني بارابور وزارة كلاب، وهذا الشيء من الفوق إن شاء الله يتنحى. اليوم نمثلو تلمسان، مستغانم، تيبازا ولا بويرة، بومرداس، سطيف، ما بقاوش سطيف بومرداس إلى آخره تاع بكري، الناس بدات تزغد، بدات تفهم، بدات تفهم واش هي لا بيرفورمانس، فهمت؟ الناس يعني ما بقاوش يعني يستناو، قال لا كاين هذا وانا راني لاباس عليا نقعد مع الاصاغير وراني خالص، لا الناس كلهم هذوما، كل الرابطات، كل النوادي اللي راهم يشاركوا في البطولات تاع الاكابر ولا الاصاغر الى اخره، كلهم يحبوا يربحوهم. جاتهم هذيك، مانيش عارف الا حنا كونا لهم هذا الشيء ولا كان من قبل من السابق، ما نكذبش عليك، ولكن حالة بدات يعني تتحسن، بدات ماشي يعني كيما بكري قال كل يوم مولوديا ولا سي ار بي وانا راني مهني خلوني ترونكيل، لا اليوم كلهم حابين يربحوا. وشي هذا انا ما شاطرش كي تقول غير جي اس بي يعني سوناطراك اللي دات 21 يعني تيتر ولا لا، اخرين كذلك دات الاتحاد العاصمه كذلك عندهم سباحين يعني ملاح، ساح نوتيك كما قلت لمسان، وهران، عين ترك، كامل داو يعني سطيف، بويره، كامل يعني كامل داو تقاسموا يعني المنافسات، فهمت؟ ولكن الجي اس بي هو اللي اصبح الاول. هل انه راجع للعامل الامكانيات انه يقدر يوفر ساعات للتحضير وايضا طرحات المسبح؟ رجع للمسبح. نعم، يعني كي تقولي الامكانيات انا كي تعطيني المسبح تقولي هذا ليك، نقول لك هاك عطيتني الامكانيات، ما سحقش حاجه اخرى. لما نتكلم على المسبح ياتيني انه نتكلموا على مسبح 5 جويليه، مركب مسبح 5 جويليه، وين وصل الملح؟ شوف المسبح يعني اللي ماشي كوفير ديكوفير كيما نقولوا، اللي ماشي مغطي، هذاك مسبح تاع احنا نجمو نستعملوه في الصيف، ولكن ساعات كيكون هكذا كيكون حال مليح ولا الحق المدير العام اللي نشكره سيد يوسف قارا مدنا يعني المسبح، قالنا تنجمو تستعملوه يعني بصفه قانونيه خاصه الصباح، كاين اللي يجيو الصباح وكاين اللي ما يجيش، يقول لك البرد الشيء هذا معروف، كيكون البرد الله غالب ما ينجموش يعوموا، ولكن كيكون الحال مليح كان يوم يجوا يعوموا الصباح ونشكرهم. ولكن المسبح هذا كيما في الصيف نستعملوه احنا نديوه، ولكن كان حاجه حبيت ان ماذا بيا كي نديوه احنا ما يكونش البيبليك، ما يكونش يعني الناس تجي تعوم يعني في اون ميم طون في نفس الوقت ما ياثر على واحد يجي ياك تعرف الناس ما تعومش يعني بصفة نظامية كما السباحين إلى آخره، وكان جاو يعوموا كامل كيف كيف ما كاش مشكل، ندو أربع الأوراق اللي في الوسط للفريق الوطني والآخرين قال لي ممكن يستعملوا بار لو بوبليك ما كاش مشكل، ولكن لا الناس تجي راك تعرف يحبوا يبلونجي ويحبوا يديروا هذا الشيء، هذا برك لي شوية مي سينو الحمد لله في هذا المركب الأولمبي الحق الحمد لله ونا جامي يو دو بروبلام، فهمت؟ نشكرهم على هذا الشيء. واليوم عندنا كما تكلمت على المسبح تاع سويدانيا ان شاء الله ربما السمانه الجايه على الاسبوع الجاي ان شاء الله بالك نبداو نستعملوه، وهذا الشيء هذا يشرف ويشرف ونشكر يعني المسيرين ونشكر المسؤولين يعني ابليو نيفو تاع الرياضه الجزائريه اللي عطاونا، نشكر خاصه ثاني اللي ما ننساوهش سيد رباح شباح اللي هو على روعه على راس لو سنتر دو بريباراسيون هذا تاع سويدانيا، اللي الحق هو دار كلش ما نكذبش عليه، كل يوم يعيط لي بالتليفون، كل يوم يا احمد ارواح البسن ليك يا احمد، يا احمد جبت له دوك رانا نتعاملوا بالتليفون ولا نروح ليه ولا يجي ليا الى اخره،
شهاده يشرف والحمد لله ان شاء الله يكونوا فيها نتائج ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لما نتكلم ايضا على الشباب، هل تستغلون مسبح انه فيه مسبح على مستوى الثانويه الرياضيه الوطنيه؟ هل عندكم شباب في الفرق الوطنيه تدرس هناك؟ هل تتبعوهم ولا شو؟ احنا كل سباحين يدرسون، هما ممكن تسيب الفريق الوطني تاع السباحه لا ميم ايكيب اللي تروح الفريق الوطني تاع الدراسه، كلهم يدرسوا. دونك يبقى برك لو بلان دو شارج تاع كيما نمثلوا لو ليسي تاع دراريه. عندنا سباحين، عندنا احنا سباحين اللي راهم يدرسوا تما، عندهم مدربين، عندي حتى المسيرين كاين اللي راهم في الاتحاديه وراهم يخدموا تما. سماكم تتبعوا يعني راكم تتبعوا السباحين. انا جو سوي ديجا ان فورماتور، انا جو سوي ديجا ان انسيون جونسين، ولكن ما يخفاليش انا حوايج كيما هادو ما نخليهمش يروحوا. انا نهتم كثير بالاصغر، لاخاطش لماذا من الاصغر اللي ممكن تكون سليمين لا سلاخر، فهمت كيفاش؟ وهذا الشيء هذا لابد نهتموا ولابد كل الاتحاديات تهتم به. اكيد انه لازم، لانه الفئه الصغرى هي المفتاح، هي المفتاح انك لما تسقل لانه ما عندناش اشكال انه بلدنا الجزائر كبيره واسعه، وما عندناش اشكال في المواهب، ما عندناش نقص في الموهبه، الموهبه كاينه، لو تالون اون ا التالون. البروبليم سي شكون يتبعوا شكون يعطيهم يفتح يخلي له المجال انه يتطور، انه يشارك، انه يحتك بالاخرين. هذا هو اللي ندعو كل رؤساء الفيدراليات انهم يتبعوا. ولكن شيء من الطرف، اني قرات في بعض الصحافه منذ فتره غير كبيره انه السباحه مجده شي بركه. مجدة شباركة اللي هي بنت أخوك. بنت أخي، نعم. لما يقول أنه بسبب إهمال الدولة ولا الفيدرالية ما قدموا لهاش الدعم للتحضير، وهي كانت مطلوبة من المنتخب البرازيلي وأنها حتى تلعب للمنتخب البرازيلي. لا لا، الشيء هذا ما كاش منه وميت ومين المحل باش يتمكن هذا الشيء هذا. انا اشوف اليوم نقول لك اللي عندها باباها اللي هو اخي سيت ناسيوناليست، اللي من المحال باش يشوف بنته تعوم مع فريق اخر من يعني تنحي الجزائر كاش منها. الشيء هذا كاينه هي مجده مع كاينه برازيليه، جاو افكتيف ما يعني جاو الناس مسؤولين على راس ما نقولكش الاتحاديه ولا الوزاره، مش عارف هما واش عندهم. ايزون هما سي بار فيدراسيون، هما سي دي فيدراسيون فوالا دو برازيليا دو ريو اكسيترا. الفيدراسيون دو برازيليا دارتها في الفريق تاع برازيليا ومدتها الفريق الوطني اللي في دونك برازيليا هي لا كابيتال. مدت الاسم تاع مجده مع الاسم تاع برازيليا واحد اخرى من البرازيل، يعني باش يتوجهوا الى 2020 داروهم في فريق الوطني تاع الاصغر اللي باش يبدا. علاش قلت لك مقبل الفريق تاع 2020 راهم سطر راهم مترسم، تاع 2024 كذلك. حنا 2016 ما على بالنا شكون راح يعوم، شكون راح يجري، شكون راح يبوكسي، شكون راح الى اخره، هما على بالهم كلش. تاع 2020 على بالهم، 2024 على بالهم. يا دي زيكيب لا بريباراسيون تاعهم موجوده، كلش موجود، لهذا داروها. ولكن كي داروها ماشي معناتها خويا قبل ولا الجزائر قبلت، ما كاش ما عندهاش بزاف كانت هنا عندها باش هي تبلغ هي عندها 15 سنه، هي تبلغ من عمر 15 سنه زايده في عام 2000 وانت تسكن تقطن في هي راح تمنى من الجزائر، راح تمنى من الجزائر في فلوسيا عامد فلوسيا. ومن بعد باباها كان قنصل يعني قعد 5 سنين تما، دخل بنته تعوم، كانت دير جيمناستيك ومن بعد ولات تدير السباحه، نجحت في السباحه والحمد لله. كي شافوها هي 5 سنين وحبوا يجنسوها، كا
قال لهم لا هما ومن بعد بداو يلعبوا في الامكانيات يقول لك لو كمان تينيش معنا احنا نقصوا الامكانيات قال لهم تنقصوا ولا ما تنقصوش جا هو لهنايا ايجاد جبنا برنامج وحنا الاتحاديه وجهنا الشهاده للوزاره والحمد لله الوزاره عطات لها من بورس ولا ان سوتيان فينانسي كما نسميوه حنايا راهي دركا تروح كل عام تدي لو سوتيان فينانسي تاعها الا با بيزوان تاع لي ريسبونسابل دو بريزيل قالت لك انا عندي دراهمي دركا انا الجزائر تخلص عليا ونعوم مع الجزائر داير راهي جايه تعوم في البطوله العربيه بين الواحد من 1 الى 4 افريل ان شاء الله هذا اليوم الجاي في دبي تجي من البرازيل ديريكتومون دبي تجي وتشارك مع الجزائر وان شاء الله تجيب لنا الامكان الميداليات الى اخره هذا هو السؤال يعني الكلام يعني صح الناس مع الاول صح كاينه منها الناس هضرت قال لك واقيلا راحت تسيني مع البرازيل وهذاك وهذاك لا لا شيء نو هو 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 صح هذه حادثه هو يعني انت الان نفيت قطعا عن هذا الشيء واعطيت شرحت لنا كل حيثيات القضيه ولكن لما نتكلم انه دائما لما تسمع انه رئيس الفيدراليه انه يقول انه عندي برنامج واني مده 24 شهر وانا نحاول وانا نازع باش اني يكون عندي مسبح ونقدر نحضر فيه المنتخبات الوطنية وتلقى أنه فرنسا أنه قطر أنه تونس أنه من البرازيل أنها تحاول تجنس رياضيين جزائريين باش يمثلهم هذا هو الإشكال أنه مثلا على العكس أنه في رياضات أخرى مثلا في كرة القدم أنه إحنا اللي نجري وفو لاعبين متكونين برا ونحوسوا نجيبوهم جاهزين واجدين بالعكس اتحادات أخرى دول أخرى تحوس تدي الرياضيين تاعنا سباحين تاعنا عدائين تاعنا وتجنسهم علاش هذا الإهمال من طرف السلطات الرسمية؟ لا ماشي إهمال يعني بالك كان مسيرين ما همش يديروا يعني خدمتهم لانه ربما باش يجي مسؤول من البرازيل ولا يجي مسؤول فرنسي ولا يجي مسؤول من قطر في الاتحاد انه يعرض عليك بمعنى انه عندك انه في عندك شيء خاصك انه فيه نقص انك مش متكفل بك جيدا لانه لو يكون متكفل بك ما يعرضش عليك لانه ما يشوف لو كان ما يشوفش فيه امكانيه انه يقدر انك تلعب ليه مش هو راح يعرض عليك هذا الشيء مفروغ منه علاش احنا ما نكفلوش لازم بالكامل برياضيينا بالك يا با تراديسيون مش عارف انا لانه الاموال موجوده لانه الامكانيات موجوده لي شيف لما انه لو بيلون دو مينيستر مينيستر دو سبور سي دي شيفر انور شوف الجزائر السلطات راهي تمد الدراهم اللي انا كنت رياضي كنت يعني مدرب وطني كنت مدير تقني عمري ما شفت دراهم كيما اليوم اللي راهم توجه للرياضه الجزائريه وخاصه لا بيرفورمانس يعني خاصه الاداء العالي ربما الدراهم هذوما نو سون با كيفاش يقولوا مسيرين يعني بصفه عقلانيه بصفه يعني d'une manière organisationnelle d'une manière pertinente d'une manière يعني باش الناس تستعمل باش قال الدراهم هذا جوج دورو هادو لازم يروحوا لهاد الجهه ما يروحوش منا ولا جاوبتني على السؤال جاوبته من قبل صح. لما تقول لي انه ما عنديش سياسه مخططه علاش نمد الدراهم مادام ما عنديش سياسه ومانيش لما اني في 2016 ما على باليش شكون راح يجري ما على باليش شكون راح يعوم سامحني بمعنى سامحني احنا نهار لحقنا لابد علينا وقلتها لك يعني في بدايه الحصه قلت لك احنا نهار جينا كان لازم علينا نديرو نسقموا الامور نسقموا الحاله هذا كانت فركته ايه ولا لا انا كنت جو سويز اريفي يعني قبل الموندا اللي فات كانوا ثلاث رؤساء ثلاث رؤساء اللي جازوا في موندا تاع 4 سنين دوك ما نقولش ما خدموش لا خدمتو ما خدمش اللي باش يجي يلقى
فوالا سي سا بروبليم عندنا حنا لي ريسبونسابل انه يخدم كي جيتا بصح كي تجي انت ما تلقى والو ما تلقى والو باش تكمل انا لقيت ان كادر يعني هذا الشيء هذا لانه السياسه تاعنا نعرفوها من كذبش نغطيو الشمس بالغربه واش واش راني ندير انا جيسي دو ميت لو تران سور راي يعني كي دير القطار القطار في السكه تاعو في السكه ديالو ومن بعد طبعو يمشي وحده حنا مازال ما لحقناش لهذيك الدرجه كي نوصلوا لهذيك الدرجه خلاص فضينا On peut parler de plan d'action, de CSA, stratégie, démarche, il a créé les politiques et tout. Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Elle existe. يا هل ترى نجمو نتبقوها في 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 اليوم اليوم ما نجموش نتبقوها ممكن نتكلم على بعض من 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 الرياضات هم معايا اصحابي دي بريزيدون فيديراسيون اكسيتيرا راهم حتى هما يعانيو كل واحد عنده نقطه لي نقطه سلبيه اللي تمنعو باش يوصل يعني المستوى اللي راهو اللي راهو يحوس عليه المطلوب حنا انا كيما المسبح المسبح يا صاحبي راه مشكل كبير حنا ما نجموش نروحو نديرو فوتينغ ما نجموش نعومو في البحر فهمت كيفاش اللاعب كره القدم ممكن يروح يجري يروح يدير يعني رياضه واحده اخرى حنا بالك ربما شويه لا ميسكولاسيون اونكور يفو فير دو لا ميسكولاسيون ابروبريي على ديسيبلين سيتادير فو با دير نيمبورت كان ميسكولاسيون ناجور ما عندوش حق باش يروح يدير ميسكولاسيون كيما اللي تشوف فيها بودي بيلدينغ الى اخره ممنوع ما عندناش حق نجرو ما عندناش حق نديرو هذه ما لابد عندنا حق باش نعومو ونعومو في مسبح ما نعوموش في البحر ولا في واد هذا الشيء هذا معروف شيء هذا يا اللي يسمح لنا باش كي ما يكونش عندك المسبح كيفاش تحب انت يا درك تقول لا راح نلحق انا المستوى المطلوب ما توصلش في بلاد واحد اخرى ما عندهمش هذا المشكل كان مارك سبيت في ليزاني 70 يحل الباب يسيب مسبح يتشبك يعوم يكمل يروح للكابيني دونتيست تاعو ولا شي عاود يجي اونطريني واحد ما يقول له راك رايح تعوم ولا ما تدخلش ولا ما ديرش فهمت حنا ما دابينا نوصلوا لهذا الشيء وممكن الجزائر عندها الامكانيات راهي شويه الحاله شويه برك مازال الناس ما فهمتش لي بلي مسبح مسبح فيه لي بلو ديبار فيه لا لين دو فون فيه هادي الى اخره بناوه الجزائر بناتو للسباحين ما بناتوش للكوميرس ما بناتوش باش المريض عنده حق يعوم المراه عندها الحق تعوم لو بومبي عنده الحق يعوم الى اخره ولكن ما يديش الوقت تاع الرياضي هذا ما كان انا عندي الوقت الاوقات ديالي يعطيهم لي تنحيهم ليش السباح يجي يخلي القرايه تاعو يجي يجري ولا السباحه كي يلحق نو ما عندكش حق تعوم تسنى حتى هذوك يخرجوا باش انت تقول البرد الى اخره نو ومن بعد نحاسبك الجمهور يحاسبك ومن بعد تقول لي انا ما عندكش امكانيه انا ما عندكش نتائج ما عندكش نتائج شي هذا انا ما نجمش انا يعني نخليه يجوز هكذا من المحال فهمتني الان اسكو جي ريبوندو يعني شويه السياسه موجوده اليوم حبيت نطبق انا سياسه واحده اخرى تاع المدرب الوطني بار اكزومبل انا حبيت نجيب مدرب وطني جزائري ماشي اجنبي ونخلصو كيما الاجنبي ونخليه يدير واش يحب يدير الاورغانيغرام ديالو يجيب المدرب يا هو اللي يعرف المدربين الاخرين انا حبيت نديرها راني طلبت الوزاره وني نسنى شحال عندك كي طلبت شحال عندي ما عنديش بزاف ملي طلبت عندها بتاع 10 ايام ولا 15 يوم راني طلبت ان شاء الله الوزاره تجاوبني باسكو ماذا بيا يشاركوني يعني في لو بلان فينانسي يعني يشاركوني حبيت نجيب بن شقور سفيان وسالم ميدلاس حبيت نجيبهم انا في الستاف تكنيك ديالي سي فري هما ثاني يطلبوا عندهم حق باش يطلبوا لابد يطلبوا انا ممكن نخلصهم شويه ولكن ماذا بيا الوزاره تعاوني اللجنه الاولمبيه كذلك راني انا عضو ماذا بيا حتى هما طلبت لهم باش يعطوني ثاني امكانيات باش نجيب انا علاش عندي دي زونترينور كابابل اللي داروا لو نيفو باش نروح نجيب انا اجنبي بالك ربما ما يتفاهموش مع المدربين الوطنيين تاعي
اللي ما يعرفش العقلية الجزائرية، ما يعرفش العوامل، ما يعرفش السباحة الجزائرية. عندي مدربين جزائريين، أنا جو سوي ألجيريان، مادا بيا دي زونترينور ألجيريان، فهمت؟ وإن شاء الله ننجحوا بهذه الطريقة. سا سي اون بوليتيك يعني، وعندي دوت بوليتيك تاع لا فورماسيون، تاع التنمية، تاع كلش، تاع المسابح. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هو شيء طموح، هو شيء جميل انه تسمع هذا الكلام، انك تحاول، انك قمت بتصفيه بيت، بتطهير البيت من المشاكل، وانك قضيت على المشاكل ما بين عائله السباحه الجزائريه، والان راك تعمل في صمت. لانه هذه الرياضات نعرفها فقط في المناسبات، انه ظالمينها، الصحافه ظلمتها ومش عطيتها حقها، نعرفها نحسبوها فقط، ما نحسوش على المشاكل تاعها كي تكون تعاني في صمت، كي يعاني احمد شبراكه، ويعاني المكتب التنفيذي الفيدراليه في وقت انه يحوس على مسبح، ويحوس على الاموال، انه الفيدراليه لما قال عمار بوراس رئيس الفيدرالية الجزائري لألعاب القوى، انه قال صحيح انه الوزاره هي تدرس ملفات، انه احنا اللي نسيره، ولكن الكلمه الاخيره تعود للوزاره. ولذلك انه نوجه نداء انه الوزاره تتلين، خاصه تلين سياستها ان بو دو سوبلس مع الرياضيين، مع الرياضيين المستوى العالي، افك لي زاتلا دو او نيفو، باش حتى لما تقول انه الرياضي انه يضيع شهرين او ثلاث اشهر على جال ورقه الخروج في دو سورتي، اللي هي لازم تسنيها لك، حتى لو انك تسني له تمضي له على كل الملف نتاعو، لانه الورقه الاخيره من عند ترجع من عند الوزاره. يعني نقطه قبل ما نختم حوارنا، انه عندنا اشكال انه ما فيش استمراريه، وكانه نوعا ما كاين انانيه عند المسيرين الجزائريين. عندي عهده تاع 4 سنوات نخدم بسياستي انا، ما يخرج علي انا، ما يساعدني انا، وما نخممش على 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 جيني بعد، وكاني راح نخلد في ذاك المنصب. لما تقول اني لما جيت من 24 شهر في شهر مارس 2013 لقيت مشاكل، لقيت بيت السباحة الجزائرية مدهور، لقيت العديد من التكتلات في الرابطات، مختلف الرابطات، ليش عندنا احنا عندنا؟ وهذا مش فقط في السباحة، في كل الرياضات الجزائرية، علاش يعني انت؟ والله شوف، يعني الشيء هذا معقول، كاين يجي صح يشوف هكذا يقول لك انا يا ما على باليش انا نخدم 4 سنين دياولي ومن بعد على باليش بهم. لا الشيء هذا ماشي مليح. لا احنا جينا لقينا شويه الحاله شويه يعني فركتها شويه يعني بصفه همجيه، يعني باش ما نجرحوش الناس، ما راح ننجحوش، باش نجرح الناس وما نوصلوش الناس، ولكن لازم نحطوا ماشي لافو تاعهم ماشي، يعني باش نحطوا المشاهد في الصوره. احنا لابد نسقم من 2016، جاء واحد في بلاستي ولا كملت انا يا ميهمش، ولكن نسقموا له يا سيدي، نسقموا له الحال على قد ما نقدروا، قد ما نقدروا. كاين سباحين نفتحوا المسابح، نسقموا شويه الاخر، نروحوا لعند الرابطات، نلموا الشمل الى اخره. الشيء هذا بالك ربما اللي يجوا من بعدنا يشوف، من بعد يبداوا ان شاء الله ينطلقوا للعمل. معليش للجزائر، رانا نديروا فيها للجزائر. ولكن إلا تجي وتقول أحييني اليوم وقتلني غدوة، هذا شيء ماشي منه. لا، شيء هذا ما يناسبش الجزائر. شيء هذا تما راك تخمم على نفسك. قال أنا نبروفيتي نضربها هذه إلى آخره، ندي نحوس إلى آخره. الرابطات ما نروحش أنا رابطات، ما على بالي ني برابطة، ما على بالي بحتى واحد. لا، شيء هذا ماشي تاعنا. إن شاء الله ماشي تاعنا. وإحنا جينا إن شاء الله كما قالوا الجناس يعني اللي راهم يمشيوا 2020 و2024 الى اخره. احنا كانوا عندنا رياضيين، كانوا عندنا نتائج، كانوا عندنا نرجع لا ريفورم سبورتيف تاع 1977 لا في دوني سي فروين حبوا ولا نكرهوا، كانت يعني اون استراتيجي اون بوليتيك دو ديفلوبمون ا لون تيرم، لونغاجمون دي زونتربريز ا بروند اون شارج يعني لو موفمون سبورتيف. شفت خرجوا نتائج، خرجوا ناس خدمت الغدوة، ما خدموش التم، خدموا يعني
بعد يا يو الهاندبال يا يو بالمرقه يا يو مورسلي فوتبول بوكس الى اخره الحمد لله كانوا النتائج كانوا الناس يقول لك منين جاوا هاد النتائج جاوا من سياسه وطنيه من سياسات رياضيه من سياسه اللي مدت النتائج هادو اليوم لابد نكونوا سياسه سياسه نبداو لا بروميير استراتيجي هي ترافاي لون تيرم كيفاش ممكن نخدمو ل 2024 لماذا لا كاين رياضيين شوف يعني دي تيران دي بيسين دي صال الى اخره ما شاء الله كاين دوك دي بارون يجيبوا اولادهم يريحوا يسناو فيهم الى اخره شي هذا شرف شي هذا جميل لابد نستعملوه احنا ما راناش نستعملوا هذا الشيء احنا نحبوا نتائج تاع ضرب غدوه غير غدوه من العام الجاي ولا دون دو زوم على باليش بهم لا شي هذا ماشي Et c'est comme ça qu'on réussit. Djerana, Rami Diru Hagda. Lyon Masar, ma Tunis, la Sharam, Kuna Nerbhom, Helam Kri. Kuna Nerbhom, Sibaha. Lyon, Andom Mustawa Ali. La Khacharam, Yhidmo, Andom Masabi, Andom Tariqa, Andom Siyasa. Lashman Diru Shanakima, ou la Khirminom. Kuna Khirminom. Sabho Huma Khirmina, ou Alash. جزائرية عنده كلش أنا أقول لك ولكن شوية أنانية هذيك شوية أنا خير من قاع الناس هذه اللي هلكتنا شوية إن شاء الله نحوها إن شاء الله يعني في حوارنا هذا الشيق يعني الحديث يعني نتمنى أن نكون قد أشرنا إلى كل النقاط وتناولنا كل المواضيع لأنه حديث لا ينتهي تناولنا فيها العديد من المواضيع وألقينا وسلطنا الضوء على حال السباحة الجزائرية في آخر كل حوار عندي ضيف أقول الكاميرا أمامك قل ما شئت مش تحب كاميرا مش تحب أقول لك أنا يا إن شاء الله نعود الجزائر تعود ترجع يعني مشي ترجع إن شاء الله تعود ممكن إن شاء الله عندنا إمكانيات عندنا رجال عندنا نساء يعني رياض من يعني في الدومين دو سبور ممكن نديرو خير مش كنا نديرو بكري أنا راني يعني متفائل ما ندبش عليك عندنا ولكن نحيو شويه بعض من كيما نعاودو نرجعو شويه الفير بلاي نعاودو ان شاء الله واحد اللي خير مني قال خير مني واحد ماشي نصبحو توجور انانيين قال غير انا كيما نتكلم فيها دركا عندنا امكانيات عندنا ممكن يعني نبداو ان شاء الله ب 2016 دون لو كادر هل ننتظر في 2016 نتائج ان شاء الله كاين هل ننتظر ميداليات؟ لا ميداليات لا ما نكتبوش على روحنا الناس اللي راهي باش راح تطلع في لي بوديوم راهم نجم نمد لك الاسماوات تاعهم الناس خدمت راهي تخدم يعني بكل صراحه ممكن احنا اسامه سحنون ممكن ان شاء الله يروح للنصف النهائي بالك ربما نهائي سي ديجا ان اتو ويسمح للسباحين واحد اخرين في 2020 ان شاء الله ممكن يديروا حاجة في 2020 في اليابان دون لو كاد دي جوز اولمبيك وكما قلت مقبله الجزائر عندها امكانيات فو با نحقروا روحنا كذلك شويه نحقروا روحنا حظ موفق يعني للسباحه الجزائريه نلتقي في مواعيد اخرى مشاهدينا الكرام سلام